اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة اهل مصر. اسعد الله مساكم اينما كنتم. معاكم كليش المصري مراسل الموقع في بث عيد من داخل محافظة المنيا، بالتحديد من داخل كاسة الانجيلية بمركز ملاوي جنوب محافظة المنيا. الان بنصل مع بعضينا حفل افطار رمضان اقامته قناة الانجيلية هنا في مركز ملاوي، يجمع عزمة كل المسلمين ومسيحيين كله هنا بيجتمع على مائدة واحدة في افطار رمضاني جميل جدا. كما تشاهدون مع بعض هنا مثالا، الشيخ بيجتمع مع ابونا في منظر انا هوا دوقتي شايفين مع بعضينا مظاهر جميلة وروعة جدا. اجتماع الإخوة المسيحيين والمسلمين مع بعضيهم في شكل حضاري وجميل جدا في الاحتفال بشهر رمضان. طبعا كلنا واحد، كلنا بتجمعنا عادات وتقاليد ومناسبات جميلة جدا هنا في محافظة المنيا، ويمكن في الصعيد بصفة عامة هناك في حياة كتيرة جميلة جدا تجمعنا وبعضين. يمكن حال موعد الأذان الساعة 6:10، موعد أذان المغرب ووقت الإفطار. كما شاهدين مظاهر حضارية ومنقلية مميزة بشكل جميل جدا تجمعنا كلنا مع بعضينا. كل سنة وحضراتكم طيبين، واحنا بنتابع مع بعضينا مظاهر حفل إفطار التي أقامته قناة الإنجيلية هنا بمركز ملاوي جنوب محافظة المنيا. كل سنة طيب يا شيخنا. طبعا لقد لحظات قليلة من بداية الإفطار هنا في الكاسة الإنجيلية بمركز ملاوي جنوب محافظة المنيا. نشاهد اجتماع الجسيس مع الشيخ، اجتماع كل هنا في رجال كثيرة وناس كثيرة، كل دعوا ناس كثيرة في المجتمع هنا في مركز ملاوي لحفل الإفطار. المغرب